السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله مكملين مع بعضنا شرح وحل منهج المادة اللغة العربية للفصل الدراسي الأول 2025 من كتاب الأضواء. يبدا سنة ستة أول مرة في قناة، يبدأ تشترك فيها وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد وتعمل لايك للفيديو. إن شاء الله هنحل مع بعضنا الدرس ده، وهناخد أول درس مقرر علينا في النحو وهو النكرة والمعرفة. طبعا خدنا الدرس ده قبل كده في الصف الخامس، هناخد الدرس مع بعضينا ونحل الأسئلة عليه. عندي النكرة قال لك هو اسم يدل على شيء غير ايه؟ غير محدد. لما اقول لك قلم دي طبعا ايه؟ اسم نكرة. ليه؟ لان احنا ما حددتش القلم اللي انت محتاجه نوعه ايه، تمام؟ عندك المعرفة قال لك ده اسم يدل على شيء ايه؟ محدد. ايه هو الشيء المحدد ده؟ ممكن يكون ضمير، تمام؟ ممكن يكون معرب بأل، ممكن يكون ايه؟ علم. ده كل انواع المعرفة. انواع ايه؟ المعرفة. بل معرفة اسم يدل على شيء ايه؟ محدد. شيء محدد، تمام؟ قال لك اولا الاسم ايه؟ النكرة. اقرأ وتأمل. حضر معلم الى المدرسة مبكرا. لما اقول حضر معلم، اللي يدور في ذهننا معلم ايه؟ معلم الرياضيات ولا معلم اللغة العربية ولا معلم الرياضيات ولا معلم الدراسات؟ لما انا اقول معلم بس ده اسم ايه؟ اسم نكرة. انا ما حددتش المعلم اللي انا ايه؟ اللي هو حاضر الى المدرسة. قال لك دي نكرة لا تدل على معلم ايه؟ بذاته، بل تصدق على اي ايه؟ على اي معلم، تمام؟ عندي الجملة الثانية قال له شاهدت مريم تمسك زهرة. زهرة دي نكرة ولا معرفة؟ لا طبعا ده نكرة، تمام؟ قال لك نكرة لانها لا تدل على زهرة ايه؟ بذاتها، بل تصدق على اي ايه؟ على اي زهره. لما اقول هذا عالم، هذا عالم، كلمه عالم هنا نكره. ليه؟ لانها لا ما دلتش على عالم بعينه، تمام؟ عند النشاط رقم واحد بيقول لي تخير الصواب، تخير الصواب. قال لك الاسم النكره يدل على شيء ايه؟ محدد ولا غير محدد؟ طبعا على شيء غير محدد. يبقى الاسم النكره بيدل على شيء غير محدد. شيء غير ايه؟ غير محدد، يعني انا مش محدد اللي انا بتكلم عنه. هذا كتاب جديد، هذا كتاب جديد. كلمه كتاب هنا ما تحتوي خط، نكره ولا معرفه؟ طبعا ده نكره، ما حددليش انهي كتاب اللي هو جديد، تمام؟ زرت حديقه، كلمه حديقه هنا اسم ايه؟ نكره ولا معرفه؟ طبعا ده هنا اسم نكره، انه هنا ما حددتش الحديقة، حديقة الحيوان ولا حديقة الأسماك ولا إيه؟ ولا أنهي حديقة، تمام؟ يبقى الاسم النكرة قال لك هو اسم يدل على شيء غير محدد، شيء غير إيه؟ غير محدد، تمام؟ عندي السؤال بيقول لك انتبه من علامات الاسم النكرة إنه بيقبل دخول إيه؟ دخول ال، بيقبل دخول ال، تمام؟ وقال لك إذا دخلت علي ال يصبح معرفة، تمام؟ يعني معايا كده، معايا كلمة نكرة أول ما أضيف لها الألف واللام بتتحول من النكرة إلى إيه؟ إلى المعرفة. مثال قال لك مهندس، دي نكرة، لما أحطها الألف واللام بقت معرف إيه؟ معرف بأل، تمام؟ قال لك أحول الكلمات المعرفة التالية إلى نكرة كإيه؟ كالمثال. مديني كلمات معرفة معرفة بأل، أنا هحولها لكلمات إيه؟ نكرة. عندي أول واحدة هو حللها لي، قال لي الأب، طبعًا لما نحولها لإسم نكرة هنحذف الألف واللام تبقى إيه؟ إيه؟ أب، تمام؟ عندي كلمة الرجال يبقى إيه؟ نحذف الألف واللام نقول إيه؟ رجال، كده اسم نكرة. الكتاب لما أحوش الألف واللام يبقى كتاب، كده اسم نكرة. العلم، تمام؟ دي معرفة، لما أحذف منها الألف واللام هتبقى إيه؟ علم، تبقى طبعًا إيه؟ هتبقى اسم نكرة. عندي كلمة الممرضة، دي اسم معرفة، لما أحوش الألف واللام هتبقى ممرضة، تبقى إيه؟ اسم نكرة. الطبيبات كلمة معرفة، لما أحذف الألف واللام هتبقى إيه؟ هتصبح طبيبات، طبيبات دي طبعًا إيه؟ كلمة إيه؟ كلمة نكرة، تمام. عندي تاني حاجة بيتكلم معايا على الاسم إيه؟ الاسم المعرفة. الاسم المعرفة هو ما دل على شيء إيه؟ ما دل على شيء محدد، ما دل على شيء إيه؟ محدد، تمام؟ قال لك انواع الاسم المعرفه، بقى عندنا ثلاث حاجات للاسم المعرفه. قال لك اول حاجه المعرف بال، قال لك هو الاسم الذي يبدا بال، مثل المعلم، الطبيب، المهندس، يعني اي كلمه فيها الف ولام تبقى ايه؟ معرفه بال، معرفه بايه؟ بال.
عندنا الضمائر، عندنا ضمائر متصله وضمائر منفصله. الضمائر طبعا المنفصله اللي هي ضمائر المتكلم، ضمائر المخاطب، ضمائر الغائب. لازم طبعا يا سادة نبقى حافظين الضمائر وايه وانواعها، تمام. وعندنا الضمائر المتصله اللي هي بتتصل بالكلمه قبلها، مثل ياء المتكلم زي ايه، نقول ايه قلمي كتابي. عندنا مثلا ناء المتكلمين كما في قلمنا كتابنا. عندنا هاء الغائب زي ايه قلمه كتابه، تمام. عندي ثالث حاجه من انواع اسم المعرفه اللي هو العلم. العلم ده قال لك هو ما يدل على مسمى بعينه، سواء كان شخص او بلد او شهر ام ايه غيره، زي يوسف ومكه ورمضان، تمام. عندي نشاط رقم 3 بيقول حول الكلمات التاليه من نكره الى معرفه كالمثال. يعني مديني كلمات نكره انا هحولها لمعرفه، تمام. هنا اول واحده قاضي، دي نكره، ضفنا لها الالف واللام بقت ايه معرفه القاضي. عندي مهندس، دي نكره احولها لمعرفه اقول ايه المهندس، هنا بقت معرفه. صحيفه، تمام، صحفيه عفوا، دي طبعا ايه دي نكره، لما احط لها الالف واللام اقول ايه الصحفيه، كده بقت ايه كده بقت معرفه. عندي نشاط رقم 4 بيقول ضع دائرة حول الضمير ثم اختر، تمام؟ هنحط دائرة على الضمير وبعد كده هنختار إذا كان معرفة أو نكرة، تمام؟ أنا تلميذ صادق، الضمير في الجملة فين؟ طبعًا الضمير في الجملة اللي هو إيه؟ اللي هو الضمير أنا، تمام؟ نكرة ولا معرفة؟ إحنا قلنا الضمائر كلها إيه؟ معارف، الضمائر كلها معارف، سواء ضمائر متصلة أو ضمائر منفصلة. هو عامل مخلص، الضمير في الجملة اللي هو ايه؟ اللي هو هو، الضمير هو من ضمائر الغائب هو، تمام؟ طب نوع الضمير هنا معرفة لا طبعا معرفة، احنا قلنا كل الضمائر ايه؟ معرفة. ملابسي جميلة، فين هنا الضمير؟ الضمير هنا وهو ايه؟ ياء المتكلم. ملابسي جميلة، الضمير هنا اللي هو ايه؟ اللي هو الياء اللي هو ايه ياء المتكلم. وان الضمائر المتصله برضو من ايه من المعرفه، الضمائر المتصله والضمائر المنفصله من ايه من المعارف، تمام. عندي نشاط 5 بيقول يحدد العلم فيما ياتي من الكلمات التاليه. احنا قلنا العلم هي موجوده معانا، قال لك هو ما يدل على مسمى ايه بعينه، سواء كان شخص او بلد او شهر، خلاص يبقى احنا دي بنطلق عليها اسم ايه العلم، تمام. هنشوف الكلمات اللي معايا، عند محمد دي علم، عندي عائشه، عندي مصر، ده بتدل على مكان، تمام. يبقى عندنا كلمه محمد وعائشه وكلمه ايه، يبقى الاسم العلم اللي معايا محمد وعائشه وكلمه ايه وكلمه مصر، تمام. عندي نشاط 6 بيقول لي اختر الصواب، اختر ايه الصواب. الكتاب مفيد، كلمة الكتاب هنا تعد معرفة لأنها إيه؟ بها ألف ولام ولا ضمير ولا اسم علم، لا طبعًا ده فيها ألف وإيه؟ بها ألف ولام، بها ألف ولام، تمام. عندي هو طالب مهذب، هو ده قال لك ما تحته خط، معرفة ليه؟ لأنه بها أل ولا ضمير ولا علم، لا طبعًا ده ضمير من ضمائر الغائب. محمد صادق، كلمة محمد هنا معرفة لأنها إيه؟ بها أل ولا ضمير ولا علم، طبعا علم يعتبر ايه علم، تمام. عند النشاط رقم 7 بيقول صوب ما تحته ايه خط، مصر وطن عظيم. قال لي كلمه مصر هنا نكره لانها علم، طبعا ده كلمه مصر هنا ايه معرفه، كلمه مصر هنا ايه معرفه، تمام. عندي المهندس بارع في البناء، كلمه المهندس هنا معرفه لانها ضمير، لا طبعا ده معرفه لانها ايه معرفة بأل، معرفة طبعا هنا ايه بأل، تمام. أنتم طلاب مجتهدون، كلمة أنتم معرفة لأن بها أل، لا طبعا ده ضمير لأنها ضمير، طبعا لأنها ايه ضمير. سلمى تلميذة مجتهدة، كلمة مجتهدة هنا معرفة، طبعا هنا ايه كلمة مجتهدة هنا نكرة وليست ايه وليست معرفة، تمام. نشوف المثال اللي بعده. عندي النشاط رقم 8 بيقول لي اختر الصواب للكلمة الملونة، اختر الصواب للكلمة ايه الملونة، تمام. ذهب الأب مع أسرته إلى الشاطئ،
كلمة الشاطئ هنا نكرة المعرفة؟ لا طبعا ده معرفة، شايف فيها ألف ولام، فيها ألف ولام. كل إنسان مسؤول عن إيه؟ عن أفعالي، عن إيه؟ أفعالي، تمام؟ كلمة مسؤول هنا طبعا هنا إيه؟ نكرة. رقم جيم، الأمانة سبب من أسباب تقدم الأمم، الأمان هنا طبعا معرفة بأل. الشباب هم أملنا جميعا، طبعا أملنا هنا طبعا إيه؟ عند الناء طبعا هنا معرفة، ناء الفاعلين طبعا هنا إيه؟ معرفة. يبقى أملنا هنا معرفة ليه؟ لأنها طبعا هنا اتصلت بإيه؟ بناء المتكلمين، تمام؟ عند رقم هاء، فاز أسامة في المسابقة، طبعا أسامة هنا من المعارف، اسم علم. للمشروعات الصغيرة فوائد ايه؟ كثيرة، فوائد هنا طبعا نكرة، فوائد هنا ايه؟ نكرة. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، طبعا عند الناس هنا معرفة معرفة بأل. أراد الأصدقاء زيارة المتحف، المتحف طبعا هنا معرفة بإيه؟ بأل. تهتم مصر بالطفولة، طبعا عند مصر هنا معرفة اسم علم. تتعاون روان مع جيرانها، طبعا روان هنا اسم ايه؟ اسم معرفة، تمام؟ عند النشاط اللي بعده بيقول يصنف الكلمات الآتية في الجدول الآتي من حيث التعريف والتنكير، تمام؟ عند أول كلمة كلمة حافلة، عند طبعا الاسم النكرة كلمة إيه؟ كلمة حافلة، كلمة هاتف، كلمة خير، كلمة حدائق، عند كلمة أمام، صباحا، مباراة، أرباح، عند كلمة حقيبة، وكلمة إيه؟ أهداف. عند الاسم المعرفة كلمة إبراهيم، ده علم مصر برضو علم، هن دي ضمير. عند المصنع معرف بأل، مكة دي علم. عندي السماوات، تمام، دي معرفة بأل. الأطفال معرفة بأل. الرحم برضو معرفة بأل. الكفاءة معرفة بأل. سوريا اسم بلد. عند الصحف معرفة بأل. القطار. عند القدس، عند الروح، وعند كلمة عائشة طبعا دي بإيه؟ من العلم، تمام؟ قال لك نستنتج مما سبق ايه؟ ان الاسم قسمان، نكرة ومعرفة. قلنا النكرة هو ما دل على شيء غير ايه؟ غير محدد، والمعرفة ما دل على شيء محدد، والمعرف قلنا ثلاث اشياء. المعرف بقال، قال لك في الاسم النكرة اذا دخلت عليه قال صارت ايه؟ معرفة. عندنا الضمائر، سواء ضمائر متصلة او ضمائر ايه؟ منفصلة. عندنا العلم، قال لك هو ما يدل على مسمى بعينه سواء كان اسما او كنية او لقبا. قال لك الاسم ما يسمى به الشخص عند ايه؟ عند ولادته. والكنية قال لك ما يطلق على الانسان بعد التسمية وفي اوله اب او ام او ابن او بنت، تمام؟ واللقب طبعا هو ايه؟ ما يطلق على الانسان بعد التسمية وفيه مدح او ايه؟ او ذم، تمام؟ قال لك بعض انماط اسئله الامتحان بيجي ازاي في الامتحان بقى؟ بيقول لك مثلا استخرج اسما ايه؟ معرفه. لما يجي لي كده في الامتحان اعمل ايه؟ ابحث عن علم او ابحث عن ضمير او ابحث عن اسم فيه الف ايه؟ ولام. لما يقول لي استخرج اسم معرفه هبص في القطعه اللي موجوده معايا على علم يا اما ضمير يا اما اسم فيه الف ايه؟ ولام. طب لو قال لي استخرج اسم معرفه هبحث انا اسم طبعا ايه؟ لا يكون من المعارف السابقه بشرط ان يكون مجرد ايه؟ من ال، يعني مجرد يعني لا يحتوي على الف ايه؟ على الف ولام. وبكده يا سنه 6 وصلت معاكم لنهايه الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا. يا ريت ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.